كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان قرد شقي جدا، القرد الشقي ده كان اسمه القرد فوفو. كان دايما بيقول إنه بيعرف كل حاجة وإنه أذكى كائن في الغابة. القرد الشقي ده كان متربي وعايش في بيت واحد صياد. في يوم من الأيام سمع القرد فوفو الصياد وهو بيتكلم مع ابنه، وكان بيقوله المكان اللي بنصطاد منه السمك بقى فيه قليل قوي، ما تعرفش مكان جديد نروح نصطاد منه؟ وفي الوقت ده القرد الشقي كان واقف على فرع الشجرة، وبسرعة أول ما سمع الصياد بيكلم ابنه وبيسأله على مكان الصيد، نط بسرعة وقرب منهم وقال لهم أنا أعرف مكان مليان بالأسماك. بجد يا قرد؟ طب بسرعة ودينا المكان ده، عايزين نصطاد ونجيب سمك كتير. وبسرعة رد الصياد على القرد وسأله فين المكان ده يا قرد؟ رد بسرعة القرد على الصياد وقال له لا أنا معرفش أوصفه، أنا ممكن أجي معاكم في المركب وأشاور لكم على الطريق اللي فيه المكان اللي منه هتصطادوا السمك. ووافق الصياد ومعاه ابنه إنهم ياخدوا القرد معاهم، وفضل القرد يشاور لهم على اتجاهات يمشوا فيها، مرة يمين ومرة شمال، وكل ده الصياد وابنه عمالين يجدفوا بالمركب لحد ما بعدوا جدا عن مكان الشط وعن مكان قريتهم. وبسرعة سأل الصياد القرد هو فين يا قرد المكان اللي انت قلتلنا عليه هنقدر نصطاد منه سمك؟ انا مش شايف مكان ولا حاجة. وهنا فهم الصياد ان القرد بيكذب وما يعرفش مكان أسماك ولا حاجة. وفجأة هبت عاصفة جامدة جدا، رياح شديدة خالص خالص، قلبت المركب في البحر، وفضل الصياد وابنه يدوروا على أي حد ينقذهم، ولكن للأسف ما كانش فيه أي حد. وفضلوا يدعوا ربنا إنه ينجيهم، وسبحان الله فجأة ظهر لهم دولفين كبير جدا جدا، مسكوا فيه وقعد يسحبهم لحد ما وصلهم للشاطئ. وبعد ما وصلهم الدولفين للشاطئ رجع بسرعة علشان ينقذ القرد اللي كان يعيني بيصارع الأمواج، ومسك القرد في ظهر الدولفين. لكن المرة دي كان الموج عالي جدا جدا، وما قدرش الدولفين انه يرجع الشاطئ. معلش يا قرد، الموج عالي زي ما انت شايف، وانا مش قادر اسحبك للشط، هضطر ان اوديك اي جزيرة قريبة مننا هنا. وفعلا سحب الدولفين القرد لحد جزيرة كانت قريبة جدا من المكان اللي غرقت فيه المركب. واول ما وصل الدولفين للمكان نزل القرد من على ظهر الدولفين، ووقف الدولفين علشان يستريح شوية، وقعد القرد يبص حواليه يمين وشمال، ومرة واحدة قال الله الجزيرة لسه جميلة زي ما هي. استغرب جدا الدولفين وبص للقرد وسأله هو انت تعرف المكان ده يا قرد؟ رد القرد بكل ثقة على الدولفين وقال له طبعا يا دولفين، دي الجزيرة اللي أنا اتولدت واتربيت فيها، ده أنا دلوقتي وزير عند ملك الجزيرة دي. اندهش الدولفين جدا جدا من كلام القرد، وبسرعة قال له بس على فكرة انت من النهاردة هتبقى ملك الجزيرة دي، مش مجرد وزير. استغرب جدا القرد من كلام الدولفين وبصله وقال له ازاي يعني؟ انا مش فاهم، ممكن تفهمني؟
أصل ما فيش مخلوق عايش على الجزيرة دي دلوقتي غيرك. ونزل الدولفين في المية وبعد لبعيد جدا جدا، وفضل القرد يصرخ وينادي عليه ويقول له ارجع خلاص، انا كنت بكدب بس خلاص، انا حرمت مش هعمل كده تاني، انقذني رجعني للشاطئ، انا اسف اوعدك مش هعمل كده تاني. وفضل الدولفين سايب القرد شوية كتار عمال يصرخ علشان يتعلم من الدرس كويس، وبعد كده رجع بسرعة وخده ووصله للشاطئ وقعد يقوله على فكرة يا قرد، مش عيب خالص لما نكون مش عارفين حاجة اننا نقول مش عارفين، لكن العيب اننا نكذب ونعمل نفسنا عارفينها واحنا في الحقيقة ما نعرفهاش. زعل القرد جدا وندم على كل اللي عمله، وبسرعة راح اتأسف للصياد وابنه، ووعد القرد الصياد وابنه وقال لهم انا اتعلمت جدا من الدرس بتاع النهاردة، وعمري في حياتي ما هكدب تاني، وهقول اني عارف حاجة وانا في الاساس مش عارفها. وبكده يا اصحابي الصغنانين خلصت حدوتة القرد فوفو اللي اتعلم من غلطته ومش هيكدب تاني، واحنا كمان يا اصحابي لازم نتعلم من الدرس وما نعملش زي ما فوفو عمل. قصة النهاردة اتعلمنا منها اننا ما نكدبش ابدا، ودايما نقول الصدق، لان الكذب بيودي النار والصدق بيودي الجنة. وكمان يا اصحابي ربنا ما بيحبش الكذابين، علشان كده لازم نقول الصدق علشان ربنا يحبنا ويرضى عنا. يا حبايب قلبي الصغنانين، اعملوا لايك للحدوتة، واشتركوا كمان في قناة كتاكيت عالم الأطفال، وقولوا لأصحابكم يشتركوا في القناة، واستنوا كل يوم حدوتة علشان المرة الجاية هجيب لكم حدوتة جميلة جدا جدا. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة، أشوفكم على خير يا حبايبي الصغنانين. ما تنسوش يا أصدقائي الحلوين انكم تشتركوا في القناة، انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على الزرار الاحمر علشان تكونوا مشتركين في كتاكيت عالم الاطفال، وتشوفوا كل الفيديوهات والقصص. وكمان ما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك اللي عليه علامة الصباع علشان نعرف ان حدوتة النهاردة عجبتكم.